له أولا مجاهرة بالإفطار لا تكون جالبة حينما يكون هناك سبب شرعي أو سبب طبي. هذه الفكرة لم نفكر فيها، وكل الذي أعرفه بأن الموظفين يأكلون في المكاتب الذين عانون من الأمراض، يأكلون في المكاتب، ما عندنا إشكال، ولكن نفتح هذا لم نفكر فيها بس. وشكرا، سنفكر في هذا الموضوع خاصة على مستوى الوزراء عندنا. في اختصاصات القانونية أنا أعتبر أن جريمة الإشهار بالإفطار في رمضان لا تقوم حينما يكون هناك سبب شرعي أو طبي. واش نوفر اليوم؟ نوفر اليوم المجالات يقوم بوزراء آخرون ورؤساء آخرين. أنا سولني في قطاع زيرو واش نوفر هذه الإمكانية ولا ما نوفرهاش؟ لا، المستوى الجنائي قلنا في النص الذي رمضان يبدو أننا ألغيناه نهائيا، ولكننا في آخر المطاف أو اعتبرنا بأنه أن يكون هناك نوع من الإشهار ويستهدف فيه المساس بالاحترام الواجب للآخرين، إهانة الآخر شبه القبيل. أما الواحد إذا دخل داره راه من حقه ياكل وما كذا يسولو. شوف، هذه القضايا التي تطرح نفسها يجب التفريق بين الفضاء العام والفضاء الخاص. الفضاء العام للجميع ويجب أن يحترم كل واحد الإرادة الآخر. وبما أن المغاربة والمسلمين يصلون ويصومون، الآخرين يحترمون هذا الحق. إذا دخل البيت فليست هناك جريمة، لأن المجاهرة تكون خارج البيت وليس داخل البيت.